طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الصحوة نت: الأمم المتحدة تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة. عدن الغد يتساءل: من هو القيادي الحوثي الذي تسلم قيادة خفر السواحل بالحديدة؟ ومن أخبارنا المنوعة: الصين تصل إلى الجانب المظلم في القمر. أهلا بكم. ما قامت به ميليشيات الحوثي في الحديدة يشير إلى أن نوايا الهروب من كل التزام تجاه عمليات السلام، وهو ما سبق أن تحدثت عنه المواقع الأخبارية اليمنية. والأمم المتحدة أصبحت الآن وفقا لهذه المواقع ترى ما يعرفه اليمنيون سابقا، وعنون موقع الصحوانات: الأمم المتحدة تشكك في جدية انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتطالب بتنفيذ اتفاق السويد. ورحبت الأمم المتحدة بأي إعادة انتشار في مدينة الحديدة الساحلية، لكنها قالت إنه يجب التحقيق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في ستوكهولم. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: أي إعادة انتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبة والتحقيق من أنه يتماشى مع اتفاق ستوكهولم. وشككت الأمم المتحدة في مزاعم جماعة الحوثي المسلحة بالانسحاب من ميناء الحديدة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تكون ذات مصداقية في حال تأكيدها من قبل كل الأطراف الأخرى. وقال ستيفن دوغريك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إن الحوثيين لم يلتزموا بتعهداتهم، وذلك بمنعهم مرور قافلة إنسانية من متجهة من ميناء الحديدة إلى صنعاء. الموفد الأممي مع فريقه المتواجد في الحديدة لم يقتنعوا أيضا بما قام به الحوثيون، وعبروا عن خيبة أمل كبيرة، وعنون موقع المصدر أونلاين: كامبيرت يعرب للحوثيين عن خيبة أمله لعدم فتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء. وفقا موقع الأمم المتحدة، فإن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باتري كاميرت عبر في اجتماع مع ممثلي الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في ميناء الحديدة عن خيبة أمله إزاء هذه الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين. الكل يرى في اليمن شخصية عام 2018. تحت هذا العنوان كتب معا البياري مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا: وحده الفزع أو الرعب على الأصح قد يتفشى فيك، وأنت تسمع في الشهر الأخير من العام الأتعس في اليمن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يحيط مجلس الأمن بأن ما يحدث في هذا البلد أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. أما حديث الكوليرا فيبدو تفصيلا أمامك وأنت تبحلق جزعا في الأرقام الصادمة عن هذه الجائحة، التي من أعراضها أن 11 مليون يمني في حاجة ملحة جدا للمساعدة لبقائهم أحياء. وهذا من بين لائحة أسباب وفيرة تجعل انتصارات الكوليرا المضفرة تتسع، إذ يتحدث الخبراء العارفون عن سوء التغذية وتردي الأوضاع الإنسانية ويقولون إن هذا الوباء المقيت هل من وباء غير مقيت يحرز ويلاته أكثر وأكثر في المناطق التي تعرف أشرس جولات القتال، سيما وأن القنابل والقذائف العمياء تضرب المستشفيات التي تغلب ضعفا مهولا في إمكاناتها وخدماتها عندما يرميها الطرفان المتحاربان كيفما اتفق من دون أدنى إحساس بأي مسؤولية أخلاقية. تنازع الإماراتيون الطامعون باليمن كله مع حلفائهم السعوديين في المهرة، وتناوشوا في سقطرة في وقائع عبث لم تتوقف في العام الذي لا يبدو أن اليمنيين يغادرونه إلى عام أفضل، وإن جلس فيه ممثلون عن المتحاربين بعضهم بعضا في عاصمة السويد ثم خافوا من السلام والأمن والأمان فتفاهموا جزئيا بشأن الحديدة وموانئها وبشأن أسرى لديهما. أما الكوليرا وباء نافذا ومسؤوليتهما
ومسؤولية حاكمين في أبوظبي والرياض وطهران عن انتصاراته التي يستحق بها ترشيحه شخصية عام 2018، فلم يكن له مطرح في أحاديثهما. هل تم كشف أمره؟ ذلك الرجل الذي ارتدى زي قوات خفر السواحل وهو ليس منهم، وعينته ميليشيا الحوثي قائدا للقوات التي قالت إنها سلمتها الميناء وعنون موقع عدن الغد. من هو القيادة الحوثي الذي تسلم قيادة خفر السواحل بميناء الحديدة؟ ونشر الموقع استنادا على نطاق أو على حسب ناطق سابق للحوثيين صورا للقيادة الحوثي الذي عينته الميليشيات الحوثية قائدا لقوات خفر السواحل بميناء الحديدة. وقال الموقع معتمدا على تصريحات القيادة الحوثي السابق علي البخيتي إن عبد الرزاق المؤيد الذي عين قائدا لقوات خفر السواحل بالحديدة هو قيادي حوثي كان دائما يؤدي الصرخة الحوثية في صفوفها الأمامية في كل اجتماع. ويضيف الموقع المؤيد كان مشرف الحوثيين على ميناء الحديدة وقاموا بتغيير زيه وتسليمه مهمة قيادة خفر السواحل وكلفوه بحماية الميناء بالحديدة. وأفاد موقع عدن الغد الذي نشر صورا سابقة للقيادة الحوثي الذي تسلم الميناء وهو في اجتماعات الميليشيا عملية، وأفاد أيضا بأن عملية التسليم لم تتم عبر اللجنة المشتركة التي يرأسها الجنرال باتريك كامريرت ولم تعترف بها الأمم المتحدة. القوات التابعة للمجلس الانتقالي حاولت قبل عام السيطرة على مدينة عدن، وقد خاضت لأجل ذلك معركة دامت أيام. لدى المجلس الآن دعوة مختلفة وفقا لصحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن. الانتقالي يدين البسطة على الممتلكات العامة ويدعو لاسترجاعها. وقالت الصحيفة إن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أدان أعمال السطو والاستيلاء التي تطال المتنفسات والشوارع العامة والطرق، كما طالب الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالاطلاع بدورها في استرجاع ما تم نهبه وردع الناهبين والفاسدين وحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين. ليس هذا فحسب، بل أنه اعتبر ما يجري تعديا على أملاك المجتمع ومصادرة لحقوق الأجيال القادمة دون وجه حق. مهمة مستحيلة، تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفة في جزء من المقال: إن ما قيل في زمن مضى عن موت السينما أمام ظهور التلفزيون يقال اليوم عن الكتاب الورقي وظاهرة الأونلاين، فقد سبق أن راهن البعض على موت الكتاب بظهور الراديو والتلفزيون، وكان الرهان فاشلا، فالذي أثر على الكتاب ليس ظهور وسيلة إعلامية أخرى، بل تدني مستوى التعليم وتسييس الدين وتوجيه أجيال بأكملها إلى معاداة الثقافة والفنون والاكتفاء بدروس الإملاء التي تبعث من منابر دينية خاطبت عواطف منهكة من الظلم السياسي والاقتصادي. واليوم إن شئنا أن نتحدث عن نهضة وشيكة ستلامس الشعوب العربية، فهي هذه النهضة التي بزغت عبر الأونلاين وكسرت التعليم الردي الذي لقم لأبنائنا عبر أنظمة جاهلة. وإن كان هناك ما يجذب المتفرج اليوم فهو البرامج الجادة، مخطئ من يدعي أن التفاهة هي الغالبة على المتفرج العربي. يمكن لمقطع بسيط من نصوص جلال الدين الرومي أن تنال نسبة مشاهدة عالية، مثلما تنال القطط العالقة على سطح بناية النسبة نفسها. إنه العمق الإنساني الذي لم تلوثه التوجيهات المسيسة، أو بالأحرى التعاطف مع الكائن الحي الذي نتقاسم معه الحياة. أتذكر أن تشهير بكاتب عربي بدون ذكر الأسماء ودعوة لإهدار دمه عبر منبر تلفزيوني كانت له نتائج معاكسة تماماً للتوقعات. حين بعثت تلك الحملة المجنونة ضده كتابه من بين الأموات وأنقذت دار نشره من الإفلاس وأعادت الكتاب للواجهة بعد أن ردم سياسياً، كانت تلك التجربة إشارة مهمة جداً إلى أن اغتيال الكتاب مهمة مستحيلة، وأننا على أبواب عصر جديد سيعود فيه الكتاب للواجهة الإعلامية وانهدد بالانقراض.
موقع شالنج الإخباري الفرنسي اهتم بما يحدث في الحديدة وعنون في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة احترام اتفاقية ستوكهولم. وتقول الصحيفة أن الأمم المتحدة أشادت بالإعلان عن إخلاء مدينة الحديدة من قبل قوات الحوثي، لكنها قالت أنها غير قادرة على تأكيد حدوث ذلك، وأكدت ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في ستوكهولم. وتتابع الصحيفة: أعلن الحوثيون أنهم بدأوا بمغادرة الحديدة، المدينة الساحلية الرئيسية التي تمر منها معظم المساعدات الإنسانية إلى السكان، وهم يؤكدون أنهم قد سلموا المواقع إلى الوحدات المحلية لخفر السواحل اليمنية. قالت الأمم المتحدة في بيان لها: عمليات الانسحاب لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكن كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقيق من أنها تجري وفقا لاتفاقية ستوكهولم. لماذا سيكون عام 2019 عاما صعبا على الشعبويين؟ هكذا يتساءل ديليبور روش في مقاله المنشور في صحيفة الواشنطن بوست مضيفا: ثمة شبح يطارد العالم الغربي بلا هواده، شبح الشعبوية. وفي هذا السياق تضع جاذبية البرامج السياسية المثيرة للانقسام الناس العاديين ضد النخب الخادمة للذات وفاقدة اللمسة التي كانت في صعود منذ عقود عدة. وقد أدت الأزمة المالية في العام 2008 والموجة الفوضوية من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئ أوروبا في الآونة الأخيرة إلى تسريع هذا الاتجاه. ومع ذلك قد يكون العام 2019 هو العام الذي تشرع فيه الثورة الشعبوية في الخفوت. فكلما مارس الشعبويون السلطة أكثر، كلما أصبحت التكاليف التي تفرضها الشعوبية أكثر وضوحاً. في بريطانيا أثار احتمال اختبار بريكسيت شعوراً بالذعر وردة فعل قوية بين المحافظين، مما قد يعطي فرصة حياة جديدة لاتفاق رئيسة الوزراء تريزا ماي الذي يواجه الكثير من النقد مع الاتحاد الأوروبي. وحتى إذا خسرت ماي التصويت البرلماني الوشيك على اتفاقها، فإن فكرة إجراء استفتاء ثان تتمتع بتأييد أوسع بين البرلمانيين البريطانيين من القبول بخروج منهك من الاتحاد الأوروبي. وفي الولايات المتحدة حتى لو بدا الاقتصاد في الوقت الحالي موضع تركيز الرئيس ترامب، فإن حروبه التجارية لم تكن جيدة وسهلة الكسب. قد تكون التقلبات الأخيرة في السوق تصحيحاً غير ضار للوفرة السابقة، لكنها قد تعكس أيضاً التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي مقبل. وكما يتضح من هجمات الرئيس ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمكالمات الهاتفية مع وزير الخزانة ستيفن مونوشين إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، فإن هذه الإدارة تبدو سيئة التأهيل بشكل استثنائي لتلمس الطريق والملاحة في بيئة اقتصادية أكثر اضطراباً. بعد نضال أمه لرؤيته بأمريكا تشيع جثمان الطفل اليمني عبد الله، حيث قالت صحيفة البيان: معزون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يشيعوا جثة الطفل الذي توفي في سن عامين والذي جاهدت أمه اليمنية لرؤيته قبل وفاته بعد أن انفصل عنها منذ أكثر من عام. وقال علي حسن والد الطفل وهو أمريكي الجنسية في مراسيم تأبين ابنه أنه ليس غاضبا، لكنه يأمل أن تسهم تجربة أسرته في تغيير السياسات بما يسهل السفر على الأسر التي فرق شملها الحظر. ولم يسمح لشيماء صويلح والدة الطفل اليمنية الجنسية بدخول الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية حظرا رئاسيا يستهدف مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن. الطفل عبد الله عانى من مرض نادر يصيب المخ ونقل إلى مستشفى الأطفال في أوكلاند قبل 5 أشهر، وأحجم الأب عن رفع أجهزة الإعاشة عنه لتتمكن والدته من الحضور لرؤيته وودعه. تصدر خبر المحاولة الصينية للوصول إلى القمر على الصفحات الرئيسية في الصحف، ونطالع من صحيفة الشرق التونسية: الصين تحقق حلم البشرية على القمر. قالت الصحيفة: يتأهب مسبار صيني للهبوط على الجانب المظلم من القمر في خطوة علمية عالمية غير مسبوقة تعزز البرنامج الفضائي للصين،
وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مسبار تشانغ إي 4 دخل في مدار القمر وأنه بات مستعدا لأول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر، غير أن وكالة الفضاء الصينية لم تذكر موعد هبوط المسبار على الجانب المظلم للقمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض مطلقا، نظرا لأن القمر يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، مع العلم أن المركبات الفضائية السابقة تمكنت من رؤية ذلك الجانب المظلم، غير أنه لم تهبط عليه أي مركبة على الإطلاق. ويضم المسبار تشانغ إي 4 طوافة ومجسا لاستكشاف سطح القمر، وتشمل مهامه دراسة البيئة على الجانب البعيد منه. كما أن بكين قررت البدء ببناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت صورا منوعة قالت إنها أفضل الصور لهذا الأسبوع، استعرضوا عددا منها نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.